السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بفيديو جديد. بحكم عملي بالمدارس إن شاء الله خلال الفترة القادمة رح يكون في فيديوهات كتيرة تتضمن نصائح لتعامل الأهل مع الموظفين بالمدارس والتعاون معهم وأيضا التعامل مع أطفالهم. واليوم رح نحكي بنقطة مهمة جدا، هي جدولة دوام الأبناء والأطفال بالمدارس وخصوصا بالفريتيتس. نظام الفريتيتس مثل ما هو معروف هو نظام اختياري خصوصا بالنسبة للأهل اللي عندهم شغل أو مدرسة، فبإمكانهم أن يسجلوا أبنائهم بالفريتيتس اللي هي خارج أوقات الحصص الدراسية وغالبا بيكون عليها رسوم شهرية. المهم أنه نحن لازم نتعاون مع المدرسة ونسجل دوام الطفل بالفريتيتس في حال كان هو رح يداوم بالفريتيتس، ونحاول أن تكون هاي المواعيد دقيقة إلى حد ما، لأنه في كتير اعتبارات لهذا الشيء. على سبيل المثال هذا يعني وقت الفريتيتس بيكون فيه إذا الطفل إجا بكير ففي وقت إفطار وفي وقت وجبة خفيفة اللي هي العصر تقريبا بتكون اللي هي الميلانمول أو ما يسمى بالميلس. فمهم جدا أنكم تبلغوا المدرسة بوقت دوام الطفل حتى يحسبوا حسابهم بالأكل حسب عدد الطلاب. وطريقة إبلاغ المدرسة بالدوام في كذا طريقة، منها على سبيل المثال ممكن تكتبوا ورقة تبلغوا من خلالها المدرسة أن الطفل مثلا رح يداوم على سبيل المثال من 8 للأربعة باليوم الفلاني أو بأيام الأسبوع كلياتها. فبالتالي أو حتى في طرق تانية اللي هي أنه معظم المدارس بتعتمد على تطبيقات أو مواقع معينة بإمكانهم الأهل أنه يدخلوا عليها ويبلغوا عن دوام الطفل إمتى رح يبلش وإمتى رح يرجع على البيت. وفي حال كان في هناك تغيير بهذا البرنامج لسبب ما، أو هناك كمان إبلاغ عن غياب الطفل لسبب ما، كمان بإمكانكم تعتمدوا نفس الطريقة بإبلاغ المدرسي عن دوام الطفل. وعلى سبيل المثال بمقاطعة فيست ميلاند في هذا الموقع الموجود على الخلفية اللي هو إد ليفو، بإمكان الشخص أنه يحمله على الموبايل بعدين يسجل دخول بالبنك آي دي وبعدين يختار اسم الطفل إذا كان عنده أكثر من طفل، وبعدين بيختار وقت دوام الطفل من أي ساعة لأي ساعة، وممكن يحدد أيام الأسبوع كمان لأنه ممكن حتى دوام الطفل يختلف بين يوم والتاني، وهذا الشيء مهم كتير كتير. وهون نحن بنوصل لختام هذا الفيديو، شكرا للمتابعة، إن شاء الله استفدتم من المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.